عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي هجاميها حزبي معارض كأه ايوه ده تشير اياه وحاسر رسمية وطاقيري مدحويني محمد عبد الله فرماتشو يا مدحويني الشريف الشيخ احمد عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي هجاميها حزبي معارض كأه ايوه ده تشير اياه سبرير اه او بأن او انك قبشالهين او اموقتا إن سوال بح أو مركن أغنيت ديجي أغسوهر جيستي مدحويني حسن الشيخ محمود وحانا عبد الرحمن عبد الشكور أو شيغي إن لما هران أي تحي قادة شادا يسيدو كلي ميل مرينتا تلابوينكا يوغو آنادا جاركا أح إي لحريرا لنكاس إيو مركا لفيريو دولدة فدرالكا أح إي سوماليا مدحويناها دولدة فدرالكا أح إي سوماليا حسن الشيخ محمود أيونا أو ييري نين كليجيس إسكا سعونايا أو أن أقون هالكا أو سعودو قرال أو صوصاري عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي أيو سعاد أو قوشيغي إن أو كتا غيريو غو آن ندي كسو بحي مدحوين الشريف شيخ أحمد يا مدحوين فرماتشو أو كشري مغالادة قروي إي عاسمادة دولد قبلاد كبنتلا وحانه أي أموقتا إن سيد ربأه أي أغفا كريان قرشياشا غو آن ندا يسيدو كلي تلابوين ككل دوين اي اوباهن سي اي اوميل مريان بنان كان اصو ديگان غو آندو دا وحا او شيغي ان تسالوين هوري او دعاي او مدحوين حسن شيخو دغميو بل سيع لده جرتا اي تهي ان دالك دولت توس او غعانتا كقبتا لباتا دا اي سكا جرين وحونا شيغي ارنتاس ان اي كينيسو او كليه بنان كان اي سو ديگيسو ان اوود مدحوين حسن شيخ محمود لا إستجاق بندونه. مدحونها دولدة فدرال كاهي سوماليا مدنى حسن الشيخ محمود أيو شيغي إن إسكود يواليئة أوقر إسكتور نماء أو سمينيو بل سوحا أو شيغي إسكود يدي ساس إن يهين كوو مروال ببنان كسوليغي إن لتشوغو حلغي أغوها بونا يسيدو كلا وقتغي أغو معقول سنا إي سيدو أي أغو فكري لهايين رمانبا قرشيا شودا iyo sidoo kale go'aanadooda kala duwan xaaladan ayaana mar walba ka dhigaysay in dhinacyadu ay yeeshaan isla markaana meel marsadaan qorshayaal iyo go'aano gaara waxa uu si dhab ah u sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur in isku dayga madaxweyne Xasan Sheekh ee la xiriirta dastuurka inuu wax ka bedelo oo horey u sameeyay madaxweynaha Senegal oo isku dayay in inta dastuurka wax ka bedelo oo baarlamaanka ka meel marsado doorashada uu dib u dhigo بل سوحا او شاقي لنا عيادي معارض كأي حمناكا مدح اللي باندو إني دعوات او قد بيان محكمة دستوريقة اح اي دالكاس تاس او مركي دنبي سيعاد او شاكتي إن مدحوينها السنقال او سانت اللابادا نو عاساكو رقمي كريم وحا سيدو كلا عبد الرحمن عبد الشكور او سوقا تي قوان احا إن مدحويني هو رأي كانيا او هورو كياتا او اسكو دي إن او حكب دلو هبك دورشو dankaas iyo wadanka Kenya dastuurkan uu wax ka farafareeyo balse waxa uu sheegay xilligaas in maxkamadda dastuuriga ah ee Kenya ay arintaas diiday sababta ay uga soo horjeesatay meeshana uga saartay ayaa waxa lagu sheegay in ay ahayd in dhinacyada kala duwan ee dawladda federaaliga ah waa dawladda Kenya ay ku eedeysay in madaxweyne William abwa madaxweyne Uhuru Kenyatta oo isagu ahaa ninka horbooday wax ka bedelka dastuurka taas oo sheeganayay ka muuqato in uu fursada ka dhex arko dastuurka oo wax laga bedelo wuxuu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh in uu san ahayn ninkii horboodi lahaa wax ka bedelka dastuurka balse taas bedelkeeda waxa uu sheegay in uu yahay ninkii ka shaqeyn lahaa in si rasmi ah dastuurka iyo hawlaha kale ee muhiimka ah ee horyaalaba si dhab ah ay dhinacyadu u qaataan qorshayaashoodana ay u meel marsadaan waxana uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in la joogo xilligii iyo waqtigii ay dhinacyadu qaadan lahaayeen isla markaana ay meel marsan lahaayeen talaabooyin ka hor yaala Cabdiraxmaan Cabdishakuur rasme madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu u sheegay isla markaana uu xasuusiyay in dib u miskaxdiisa ugu celiyo bilowgii 2022 xilligaas oo si toos ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu uga soo horjeeday wax ka bedelka arrimaha dastuurka ee xilligaas dawladdi farmaajo ay daneeyneysay
وحسن شيغي مركي او فرماج اركي حالك يسيدا ان عيادو اي ادي دينيهين ان او قاتي قوانك ان وحك بدل كدستورك ديب لوديغو وحسن شيغي مدحوين حسن شيخ ان ان لقربين ان هدا او ديب اوديغو وحك بدل كدستورك بل ستاس بدل كيد لوغبا هيا حي ان او دادك لفريستو ميزك دادك نحن دا اصوديغو دستورك اسلامر كانا وح لقب الدلو حالات دا امر يو وحانا تاسي كده جيسا إن لتشوغو وقتيجي يسيدو كلا حلقي اوغو مهيم سنا يسيد دبقه اي لنا عيادن اوغا فكري لهايين رمان با قرشايا شودا غو آن ندو دا يسيدو كلا تلابو ينكو دا كلا دوغن الرماها سامين تا كله مركا لغا هاللي يو ننكاس ايو دولد دا فدرال كاهي سوماليا ايا وحي موچيرا يان إن لغو چيرو حلقي يو وقتيجي اوغو هبونا سيد دبقه اي لنا عيادن اوغا فكري لهايين قرشايا شودا غو آن ندو دا يسيدو كلا تلابو ينكو دا كلا دوغن arintan ayaana ka dhigaysa in marba marka ka dambeysa ay sii xoojinayaan qorsheynayaan isla markaana ay banaanka soo dhigayaan awoodaha gaarka ah ee dawladda federaaliga ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale dhinacyada muhiimka u ah dhanka dawladda dhexe ee dalka arimahan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Rusmi waxa uu sheegay in dawladda iyo madaxweyne Xasan Sheekh ay ka muuqato qar iska tuurima xadhaafa wuxuu se ku soo gabagabeeyay hadalkiisa eray la yaab noqday hadal ay dadku si weyn isku waydiinayaan ereyo macnahoodu ay yihiin kuwa si baan isha loogu hayo waxana arimahaas ay yihiin in ay si cad banaanka u soo dhigan qorshayaasha iyo awoodaha gaarka ah ee horyaala dhankaas iyo dawladda iyo talaabooyinka mucaaradku ay qaadi karaan hadaba Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu ka jawaabay hadii madaxweyne Xasan Sheekh uu sidan wax u sii wado maxaad sameyn kartaan su'aashii ahayd wuxuuna yiri hadii madaxweynuhu uu sidan xaaladda ku sii wado gudoonka baarlamaanku ay ka xishoo waayaan bulshada oo ay sii wadaan in wax walba oo iyagu ay jecelaystaan ay meel marsadaan isla markaana dhinacyada kala duwan ee saameynta ku leh ay noqdaan kuwa mar walba isha ku haya dhaqdhaqaaqyadooda iyo sidoo kale talaabooyinkooda waxa uu yiri kama fursanayso kama libiqsan doono kama dib dhici doono in aan tagno aagii miranayo isla markaana aan dib annaguna uga soo jabhadeyno halkii uu madaxweyne Xasan Sheekh ka soo jabhadeeyay taas oo ku sheegay inay tahay mid aan la aqbali karin iyo sidoo kale talaabo aan la dhageysan karin wuxuuna uga digay madaxweyne Xasan Sheekh mar kale in magaalada Muqdisho ay dagaalo doorasho lagu doonayo ka dhacaan wuxuuna u sheegay isla markaana uu xasuusiyay in dhibaatooyinkii jabhadeyskiisa uu garanayo isla markaana ay dhab tahay in markan laga fakaro qorshayaasha go'aanada iyo sidoo kale talaabooyinka wax ku oolka xaaladan iyo xaaladaha kale ee horyaala ayaana waxay muujinayaan in marba marka ka dambeysa arintan ay tahay mid si weyn looga fakarayo warqaba TV ayaan idin soo gudbin doonaa wararka soo kordhaya.